ازاي وليه تعمل ضبط مصنع للفون بتاعك؟ بالنسبة ازاي فده هشرحه بالتفاصيل قدام شوية، انما ليه بكل بساطة لو انت عندك مشكلة في الفون بتاعك او هتبيع الفون بتاعك او حابب ترجع الفون بتاعك بشكل جديد، الفون بتاعك مثلا هتديه لاخوك هتديه لاي حد، فلازم الفون يرجع جديد، الداتا بتاعتك تتمسح، كل حاجة تروح. في نفس الوقت لو في اي مشكلة في السوفت وير الخاص بالفون، بعد ما بتعمل ضبط مصنع الجهاز بيرجع جديد حرفيا. وبما انك بتبحث ازاي تعمل ضبط مصنع فانت اكيد عارف هتعمله ليه، لكن دي معلومه كده حبيت اوضحها للمتابعين بتوعي. تعال بقى نشوف شرح تفصيلي ازاي تعمل ضبط مصنع لاي هاتف سامسونج حرفيا. كل اجهزة سامسونج السيستم بتاعها غالبا واحد، فبالتالي الشرح اللي انا هشرحه على الجهاز بتاع النهارده هيغطي معاك كل الاجهزه حرفيا. هنبدا دلوقتي نشوف الخطوات العمليه ازاي نعمل ضبط مصنع للفون بشكل كامل، ولكن مبدئيا كده وزي ما اكدت عليكم ان كل الداتا وكمان التطبيقات اللي قدامك دي كلها هتتمسح. من الاخر الفون هيرجع كأن بطلعه من الكرتونه بتاعته. تعال نشوف، بننزل الستاره كده وبندخل على علامه الاعدادات بالشكل ده. الطريقه اللي هنشرحها النهارده والخطوات دي هتمشي على 99% من اجهزه سامسونج حرفيا، لان كل اجهزه سامسونج لو دخلت على الاعدادات او الضبط هتكون بنفس الواجهه دي. المهم بننزل في الجهاز بتاعنا لحد حاجه كده اسمها الاداره العامه وبندخل عليها بالشكل ده. في الاداره العامه بقى من تحت خالص في حاجه اسمها اعاده الضبط، بعدين بختار اعاده تعيين بيانات المصنع. تمام، في الوضع ده الفون حرفيا بيرجع للوضع الديفولت الافتراضي اللي بيكون طالع فيه من بيانات المصنع بتاعه او الشركه المنتجه بتاعته وهي شركه سامسونج، وهنا بيورونا طبعا كل الاكونتات والتطبيقات اللي فيها الحسابات بتاعتي. طبعا انا باكد على عمليه اعاده الضبط بالشكل ده، بعدين بقول له مسح الكل. بيبدا يعمل عمليه ايقاف تشغيل بشكل مباشر زي ما انتم شايفين كده، وبيرجع يفتح مره ثانيه. طبعا بيحتاج مننا بقى شويه اعدادات، شويه اوبشنات كده بنظبطهم مع بعضينا، واي حاجه هتحصل هنشوفها مع بعضينا وان شاء الله الموضوع يكون سهل وبسيط. في الخطوه دي هو بيعمل ديليت، مسح كامل، محو كامل لكل البيانات اللي موجوده على الفون. بيفصل الجهاز ويشتغل معانا مره تانية من غير اي تدخل مننا حرفيا، يعني هو حاليا شغال لوحده. اخيرا بيرجع الفون بيفتح قدامنا بالشكل ده، حرفيا ما بنعملش اي حاجه غير بنختار اللغه، شويه خطوات بسيطه جدا يعني، كل واحد يختار اللغه المناسبه ليه، انا هختار اللغه العربيه، بعدين بقول له بدء بالشكل ده. طبعا كل اللي بنعمله حرفيا هو بندي موافقات على الاتفاقيات بس، يعني بضغط موافق وبعمل علامه صح. بنزل لتحت خالص كمان مره وبقول موافق. هنا بعمل تخطي لاضافه شبكه واي فاي، هنا بقول له التالي، هنا بقول له لاحقا، اي حاجه بناجلها بس علشان نفتح الفون بتاعنا. هنا بيظبط نفسه على التاريخ والوقت اوتوماتيك، بقول له التالي. بنزل لتحت برده كمان مره واقول له قبول. هنا بقول له تخطي، لو حابب بس تعمل باسورد او البصمه او اي حاجه هقول له تخطي على اي حال. بعدين بنفضل منتظرين بالشكل ده، بعدين بقول له التالي، هنا بقول له تخطي، بعدين تخطي، بعدين بقول له انهاء. حرفيا شاشه الفون بتفتح معانا، وبكده بنكون عملنا عمليه ضبط مصنع بشكل كامل للفون بتاعنا. وبس كده، اشوفكم في حلقات تانية كتير. وبس دي كانت حلقه النهارده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بقدمها. سلام.